حياكم الله مشاهدينا، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج المونديال في الجزائر في نسخته المسائية. نتابع اليوم أو نتحدث عن مباريات اليوم الرابع بالنسبة للمجموعة الأولى والمجموعة الثانية التي تألق أو تصدر فيها منتخب ألمانيا وإسبانيا مجموعتهما في هذه الجولة الرابعة. سنتحدث أيضا بالتفصيل عن المباراة الهامة التي تنتظر يوم غد أشبال مدرب رابح غربي أمام منتخب السعودية، كل هذا مع لاعبي القدامى لكرة اليد الجزائرية الأخصائيين على الجهة اليمنى. نبدأ بوكر زرماني، أهلا بك بوكر. السلام عليكم. بجنبها أيضا سفيان خلف الله، أهلا بك سفيان، لاعب دولي سابق، أهلا بك. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أيضا رياض المان في الجهة المقابلة، أهلا بك رياض. السلام عليكم. لكن أصبح اليوم حديث آخر. حديث آخر اليوم. بدأ يعني كونتاروبو. كونتاروبو. أيضا معنا مراد بوسلت، أهلا بك مراد. الله يسلمك. إذا نبدأ الحديث، ربما نبدأ على المباريات الستة التي لعبت اليوم. بلال، يمكن أعطينا النتائج اليوم الرابع بالنسبة للمجموعة الأولى؟ النرويج فازت على منتخب تشيلي ب 41 مقابل 16، ألمانيا كالعادة ب 29 نقطة مقابل 21 أمام جزر الفاروي، المجر فازت على كوريا الجنوبية ب 40 مقابل 30. في المجموعة الثالثة البرازيل فازت على بوركينا فاسو ب 37 مقابل 17، تونس تعادلت أمام منتخب روسيا 29 ل 29، مقدونيا انهزمت أمام منتخب إسبانيا 25 مقابل 36. كما قلت، إذن في ترتيب المجموعة الأولى ألمانيا تتصدر الترتيب ب 8 نقاط، النرويج أيضا رفقة النرويج في المرتبة الأولى، جزر الفاروي بأربع نقاط في المركز الثالث، المجر بنقطتين في المركز الرابع، في حين كوريا الجنوبية والشيلي في المركز الخامس والسادس برصيد فارغ من النقاط. في ترتيب المجموعة الثالثة إسبانيا في المرتبة الأولى، تونس في المرتبة الثانية بخمس نقاط، مقدونيا بأربع نقاط، روسيا في المرتبة الرابعة أو البرازيل في المرتبة الرابعة برصيد أربع نقاط أيضا، روسيا في المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، بوركينا فاسو المنتخب الأضعف في هذه الدورة بدون أي نقطة. نبدأ الحديث ربما عن هذه الجولة، يعني لا مفاجأة بكر. ما كاش مفاجأة، برك شفت المقابلة تاع ألمانيا اليوم. أكيد راح تشوف ألمانيا يعني باينة. أنا شفت مقابلات الأخرين، لكن ألمانيا فاروي لعبوا مقابلة يعني كي نشوفوا احنا السكور هذاك يرفلت با الفيزيونومي تاع الماتش، يعني الفاروي لعبوا مقابلة رائعة جدا، لعبوا دفاع متقدم 3-2، واحد متقدم كثير، والألمان كان عندهم مشاكل الشوط الأول، مشاكل بزاف، ولحقوا حتى ناقص 4 أهداف. وين الألمان كما قال المدرب قال يلعبوا شغل متكبرين، كي بداو ثلاثة واحد قال لك خلاص، بعدين يعني قعدوا كالم الألمانيين وين كملوا الاستراتيجية تاعهم جوج كالافين تاع الماتش، مي الاخرين دي ميريت با لي، ومقابلة الاخرين لي سكور الاخرين كانوا لوجيك عاديين. يعني الشيلي هو ربما أضعف منتخب في هذه المجموعة. سفيان، يعني شاهدنا أن ألمانيا تسيطر بقوة في المجموعة الأولى بدون أي مفاجأة، جزر الفاروي هي ربما الوحيدة المنافس لرفقة النرويج يعني لألمانيا، توقع أن هذو الثلاث منتخبات المتصدرين للمجموعة الأولى يروحوا بعيد في البطولة؟ احنا قلنا بالنسبه للمجموعه هذه احنا لاحظنا الجزر الفاروي هو اللي كان كما نقول لك لا سوربريز تاع هذه المجموعه هذه، قطع النظر على النرويج اللي معروف اللي هو فريق اللي معودنا بالنتائج اللي يكون ديما في الرياضه، وعندك المانيا اللي هي بالنسبه لي الفريق اللي هو فافوري برمي لي فافوري تاع البطوله العالميه. هذه بالنسبه للمجموعه الاولى، بالنسبه لك رياضي يعني امور المنطق احترم يعني في المجموعه الاولى. المجموعة الأولى المنطقة احترم، مع كما قال أخ سفيان سيتي ديكوفرت لينا الفريق فاروي والجزر الفاروي والمجر يعني لونغري، ما والله لونغري فريق محترم
بصح يعني احنا نشوفوا المباراه الوحيده اللي فازوا امام كوريا يعني ما عندناش نقدروا نقولوا لاونغري الفريق المجري كان معتاد المفروض من 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 الفريق يحتاج يكون اوتسايد يعني يكون من الفريق اللي ينافس. احنا ما شفنا ولا شيء من عند الفريق المجري, انا حقيقه ما شفت ولا شيء من عنده. بس انا ليش نظري شفت مباراه المانيا مع جزر الفاروي, يعني تشوف فريق يعني اول مره انا نسمع به بصحة لعب كره يد, تشوف كره يد, شوف حارس موجود, اللاعبين يدافعون, اللاعبين يهاجمون, اي كاين شيء يعني شيء يبنوا عليه باش يلحقوا وين ازعجوا المانيا. حتى من نقول المانيا شيء عادي ليهم, اللاعبين يقولك مباراه سهله الشوط الاولاني, رغم انه كما قال بوكر يعني مساء اليوم قال انه منتخب جزر الفاروي مكون من لاعبين كلهم ينشطون ربما في ايسلندا في الدنمارك يعني يعني احنا واش نقدر نقول على المجموعه نفس اللاعب يعني الدول الاسكندنافيه ممجد هذا احنا احنا لاعبيننا لازم يلعبوا هذه المباريات ولازم يلعبوا يحترفوا برا, لازم يحترفوا برا باش كيما عبدي كيما غضبان يدخل في يعني في السيجي قبل ما نهضروا عليهم لازم يحترفوا من برا. كي يحترفوا من برا لما يجي المنتخب الوطني حيعطينا الزياده, احنا لا احنا مازالوا صغير خليها في الجزائر مازال يعني حكايه ومن بعد ويروح ما يلعبش في المنتخب يعني لو كان يروح صغير ما يخليهوش يلعب في المنتخب. بالنسبه ليك ربما ايضا مراد يعني باش نبقاو دائما في المجموعه الاولى الامور يعني باينه, هل تتوقع ربما مثلا هذو المراتب الاولى المانيا والنرويج نلقاهم ربما في المربع الذهبي؟ اكيد هذو ما عندهم يعني هما عندهم كيش يقولوا ان كلتور تقاليد في كره يد وفي المنافسات هذوما, وهذو يعني انا نظن المباراه تاع اليوم مع جزيره الفاروي مش فاجوهم ولا المانيا والنرويج يلعبوا يعني بالك يتحضروا باش يلعبوا النص نهائي والنهائي يعني هذه مرحله برك اسمها سي انترميديير انترميديير يعني الامكانيات القويه طرف مهمه غدوه يعني النرويج ضد المانيا يعني ربما اقتصاد اكيد 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 لان الاول راح يلعب مع الرابع تاع الفوج اللي مني هما مع من يتقابلوا مين مع الجروب 3 مع الجروب دوزيام دونك لي برومي فا اتر باسكو لو دوزيام تاع بي معلودي فلهذا نظن ان المانيا راح يكونوا يعني في بالك لعبوا متحفظين شويه على الـ على الـ على البدنيا ولا على الـ على, الـ على الاصابات ولا, ونظن يفكروا الان هما اكثر يفكروا في المباراه تاع بكره باش على المرتبه الاولى. واش قال مراد خلى المدرب خلى اللاعبين الاساسيين اليوم كاع الشوط الاول برا دخلهم يعني واحد بواحد من الدقيقة 13 ل 15 الشوط الثاني باش دخلوا اللاعبين هذوما يعني اقتصد في الفلينير هما يلعبوا هما يجي على التورنوا يجريو كاع التورنوا يجيو التورنوا يلعبوا ويجي يلعب سبع مباريات ولا شحال فيه ويت ويت الفينال اللي راح يقسم لهم الاخر تاعهم باش يكونوا في اليوم اللي يستحقهم يكونوا في كل امكانيه تاعهم. بالنسبه لمباراه الغد بوكر يعني الفصل يكون في المرتبه الاولى اللي صاحب الفوز اللي راح يفوز غدوه وربما سيواجه منتخب السويد. هما الالمان كما قال المدرب جاهم البروغرام تاعهم جاهم مليح, المقابله الاثنين هادو الاخرين طل يعني القويين المنافسين قويين كما اليوم فاروي وغدوه ان شاء الله النرويج يعني باش يحضروا الدور الثاني باش النيفو تاعهم كسوا تكتيك وتسيتيرا بلس فيزيك باش يطيحوا اون فورم بور لا كونسونطراسيون سورتو تاع اللاعبين تاعو, خاطر ما كاش راضي بالكونسونطراسيون تاعهم في لي ماتش اللي فاتوا وين ربحوا ب 50 وين لي جوار شغل سون دي كونتراكتي تلقوا شويه والمدربين ما حبوش هذا الشيء. المجموعة الأخرى التي تهم ربما المنتخب الجزائري المجموعة الثالثة سفيان, شهدنا اليوم فوز البرازيل على بوركينا فاسو نتيجة منتظرة لأنه يعني بوركينا فاسو يبارك عنده معبة عنده مدى اليوم بوركينا فاسو قاعد يجي هو المهم المشاركة, لكن واحد يقول او شارك يمكن يحضر البطوله الافريقيه الجايه ولا هذا هو الهدف تاعه,
ماهوش الهدف باش يجي يشارك وخلاص، عنده اكيد باش يكون عنده هدف مش في البطوله العالميه لكن في البطوله الافريقيه يمكن الاحتكاك يعني يخلي الاحتكاك مع الفرق الثاني. بوركينا فاسو هو خامس فريق على افريقيا يعني مستوى بعيد شويه، خامس افريقي يلعب في بطوله العالم. بالنسبه للمنتخب المهم هو منتخب تونس وروسيا يعني منافسين مباشرين في الدور في الدور المقبل للجزائر اللي تأهلت في المرتبه الثالثه. والله انا نشوف بلي داروا تعادل اليوم لهذه يعني مستواهم راهم متقارب لهذه الدقيقه، احنا ما على بالناش احنا نلعب لهذه الدقيقه، لازم لنا نفوزوا اولا على السعوديه وبعدين هذا الاهم شيء. بعدين اذا لعبنا مع فريق مع فريق اذا كان فريق روسيا احنا لعبنا درنا مباريات وديه معهم والناخب الوطني قال بلي درنا مباريات مليحه، الناس يقولوا بالك وديه وفازوا عليهم باش نقول الناس تعرف لعبوا انتوما تاع لي كات ناسيون تماك. احنا نقول اذا لعبنا مع تونس فريق تونسي فريق محترم وفريق راح يكون ديربي عربي افريقي، وحنا نقولوها ونعودها عندنا مشكله كبيره مع التوانسه دائما نخسروا معهم، وادي ان شاء الله انا نقول ان شاء الله تكون فرصه لينا في الاعوام الاخرين هادو ما في كاتيرا اي 17 اي 19 اشاك فوا اون بير كونتر ان شاء الله. هذه هي نحو هذا التعثرات اللي رانا نقوموها دائما بها مع الفريق التونسي. خمس نقاط في المجموعه الثانيه سفيان، تونس يعني الحين راه في المرتبة الثانية يعني في مجموعة يتواجد فيها إسبانيا، تواجد فيها مقدونيا، روسيا، البرازيل وبوركينا فاسو. هو فريق تونسي محترم، أنا شفت المباراة تاع اليوم كان أدى مقابلة في قمة كان كما قلت تصدى للهجومات تاع الفريق الروسي اللي كان عنده كما قلت لاعبين مستوى عالمي، وشفناه كنت ضد مقدونيا اللي ثاني فاز بالمقابله بفرق كبير، وما شفناش في فريق تونسي كان نقص في لو ريجيم تاعو كما نقولوا، قعد ديما في المستوى وقعد من مباراه الى مباراه قعد يتحسن. اليوم شفنا المقابله مثلا في الشوط الاول فريق تونسي كان ما بداش بقوه، لكن شفنا في الشوط الثاني فريق اخر، فريق اللي كان عطى وجه وين بين اللي هو قادر يواجه اي فريق في البطوله العالميه، وانا نظن اللي هو الفريق التونسي هذا باش يكون مشكل للفريق لنا الفريق الجزائري. حتى ولو انا بالنسبه ليا ماذا بيا تكون الفريق احنا نتقابلوا ضد الفريق التونسي، فريق تونسي انهزم امام منتخب البرازيل نهار تونس يعني اضعف مقابله اللي داروها، ما كانش لو فوز على مقدونيا وجور هذاك مع روسيا والبرازيل في المجموعه هي في البطولات هكذا. المباراه الاولى صعيبه للفرق يعني باش يدخل نظن انا نظن تونس بعد ما نهزموا مع هما هزموا نظن المباراه الاولى يعني ولكن تشوف الوجه اللي وراوا مع مقدونيا وجه كبير يعني عندهم باك هذاك لاريير هذاك ما شاء الله عليه ايزون بون غارديان بوت، ولا كما قلت انت الان مع الجزائر تونس ولا الجزائر روسيا، لان روسيا راح تواجه غدا بوركينا فاسو يعني مواجهه محسومه. لا النظر بالنسبه للفريق تاعنا احنا نظن باللي الشباب عندهم الان دخلوا في لا نتكلموا من ناحيه الحسابات، لانه تونس ستواجه اسبانيا احنا نديروا صعيب يعني صعيبه باش تربح اسبانيا مباشره روسيا صعيبة يعني تربح اسبانيا احنا ماذا بينا حتى الفريق التونسي يزيد يروح يواصل في البطوله على السعوديه المفروض عندنا اكدنا الترتيب الثالث اذا كان كانت مرتبه ثالثه نواجه يا اسبانيا يا تونس يا روسيا يا البرازيل البرازيل اسمه روسيا وبرازيل ثلاثة نقاط أربعة أربعة لكن البرازيل المقابلة الجاية مع شكون عندهم البرازيل؟ لا البرازيل يعني ممكن تحت المرتبة الرابعة يعني المرتبة الرابعة لأنه عندها نقطتين وما بين تونس وال يعني روسيا لو تربح ضد بوركينا فاسو تولي ست نقاط نعم تولي خمس نقاط، والبرازيل راح تلعب أمام تواجه مقدونيا
روحوا إذن للترتيب، ترتيب هذه المجموعة بلال، إن أمكن ترتيب هذه المجموعة لكي نتأكد من المجموعة الثالثة، يعني لنتأكد من النتائج. نشاهدوا إسبانيا في المرتبة الأولى، تونس بخمس نقاط، مقدونيا بأربع نقاط، البرازيل بأربع نقاط، روسيا بثلاث نقاط. يعني هنا لو نوليو الحسابات، روسيا اللي عندهم خمسة كيفوزوا على بوركينا فاسو، يتساووا مع تونس. مقدونيا مع ميلان، مقدونيا ضد البرازيل، مقدونيا تبقى دوزيام بيان سور، والبرازيل قادر تكون دوزيام ثاني. كان تونس تخسر مع إسبانيا والبرازيل يربحوا، عندهم ست نقاط. دونك سونت لو بريزيل و البرازيل ماسيدونيا، يعني تونس تولي في المرتبة الثالثة. سي با لا روسيا، لا هاول خاطر روسيا تلعب مع مقدونيا. ايه تميلوا عنده واحد في ميلوا عنده سي بوان. لا روسيا مع بوركينا فاسو، يعني نقولوا ست نقاط روسيا. بين الماسيدوني والبرازيل واحد فيهم سي بوان. دونك حنايا سي اون تروازيام اون جوي مع دونك سا دي بوان ديرو ماتش نول بس اوتر شوز مي بيجات روسيا لي تونيزيان بالك يديروا اون سوربريزا. سي ديف تري ديفيزي كونت لسبان، سي تري ديفيزي با سورتو الاسبانيا اللي فازت على مقدونيا اليوم يعني بفارق كبير 36 29. واش شفت انا فارق قوي على كل حال فارق اسبانيا، انا بالنسبه لي فافوري سي لو سوبر فافوري. فوالا فوالا مع فرنسا مع المانيا حتى بنهايه المباراه 26 36 25 يعني فرق 11. دونك شفنا ثاني المقابله الرابعه تاع التورنوا هذا باللي يا با مال فرق نشوفوا بلا بداو يعياوا. شفنا باللي وهنا ليكيب كي بيان بيان بريباري وجيري هاد لي كات ماتش هادو سي تو كي فون سي لي غراند ناسيون كي اللي عندهم ان بون كبير و تلقى مثلا الفرق اللي متعودين بالبطولات العالميه تلقى في البطوله في البريمي تور تلقاهم ما يعطوش مجهود كبير يسيروا البطوله كما قال مراد قبيل يجو بور دومي فينال فينال يسيروا البطوله الماتش بار ماتش يمشي فوالا من بعد كيكسيليريو 8 دو فينال كا فينال خلاص صاي لازم النتيجه لكن المردود ما يهمش باسكو لي زوبجيكتيف ديفير هما يلعبوا على لا بور فوالا فوالا وكان يلعب على يجوز دوزيام تور دونك اللي يلعب دوزيام تور في دو ماكسيموم بور يسيي دو باسي والاخرين فوالا الاخرين راهي. إذن نفتتح ملف المباريات يوم غد. يوم غد ستكون هناك 12 مباراة في اليوم الأخير والجولة الخامسة من الدوري الأخير. نبدأ بالمجموعة الأولى، الشيلي تواجه كوريا الجنوبية ابتداء من الساعة الرابعة في القاعة البيضاوية، النرويج ابتداء من الساعة السادسة تواجه ألمانيا، المجر على الساعة الثامنة تواجه جزر الفاروي بالقاعة البيضاوية دائما، السويد تواجه على الساعة العاشرة صباحا سلوفينيا في المجموعة الثانية، قطر دربي عربي أمام منتخب مصر على في منتصف النهار، فرنسا الدنمارك مواجهة أخرى قوية على الساعة الثانية بالقاعة البيضاوية، مواجهة تستحق المتابعة وتنقل الجماهير لمتابعتها. في قاعة حرش المجموعة الثالثة إسبانيا تواجه تونس على الساعة الثانية، روسيا تواجه بوركينا فاسو على الساعة الرابعة زوالا، البرازيل على الساعة السادسة تواجه مقدونيا. المجموعة الرابعة المباراة المنتظر المنتخب الجزائري ضد منتخب السعودية سيكون الساعة التاسعة إلا ربع، المغرب يواجه الأرجنتين على الساعة العاشرة صباحا، إسلندا تواجه كرواتيا على الساعة منتصف النهار، مباراة قوية أيضا لحسم صدارة المجموعة الأولى بين إسلندا وكرواتيا. نروح ونبدأ مع المنتخب تاعنا أبو. المنتخب تاعنا راهو اون كونفيونس الحمد لله. اليوم يوم راحه يوم يعني راحة استرجاع فقط لسواني. فوالا لسواني كاين شويه بدل دوتر اكتيفيتي باش نادمي لا بريسيون هذيك تنحالو، والطاقم تاع سيد غربي والطاقم تاعو كامل يديروا الماكسيموم في هذه الجهه هذه باش يريحوا اللاعبين سورتو هنا في راسهم الماكسيموم دو شغل ريبو كوربوريل سورتو تانيت مونتال باش يكونوا غدوه ان شاء الله بري بور لو ماتش. سافا بات ان ماتش فاسيل، الاخرين ما يحاولوا يفوزوا باش يتاهلوا عندهم مادام عندهم حظ عندهم حظ وبالك احنا الماتش هذا راني فافوري كيما مع المروك
شغل هنا دونك سا ديبون كيفاه ليكيب تدخل هنا. سيد غربي راح يعني السعوديه ما عندها ما تخسر يعني راح تلعب كل دور. شفنا الفريق السعودي ماهوش فريق البارح انهزم يعني بفرق واحد امام منتخب الارجنتين. عندهم لاعبين اللي غامروا كي نشوفوا لي ستاتستيك هنا مام دار 14 فوت في لي 4 ماتش هادو بال بيرديو كامل يغامروا كان واحد تيرا حاول 49 محاولة وعمل 14 يعني ريوسي انا 14 خطأ فوت تكنيك ولا الاخر دار غير 53% يعني اللاعبين كي نشوف هكذا يحاولوا ما يحبسوش. عندهم اربع لاعبين هك بالنسبة لك مراد ربما كيفاش تشوف اليوم هذا يسير؟ هل هناك معلومات بخصوص المنتخب الوطني كيف قدر اليوم؟ نظن رابح يعني أدرى كما يقول لك ناس ما كدرى بشعبها نادر رابح يعرف فريقه يعرف اللاعبين تاعو نظن يحاول الآن إن شاء الله يعني المباراة يعني تبان في الأول باش يحاول يدور اللاعبين تاعو ويحضر المباراة اللي راح تكون قوية وتكون مهمة يعني عنده يعني عندنا فرصة انه يقدر يدرس يعني جيدا بالفيديو كبيرة عندنا فرصة كبيرة باش الفريق هذا يمشي بعيد ان شاء الله. نظن الفريق السعودي ما وراش حاجة كبيرة صح فيه فرضيات ولكن مش فريق يعني منظم كما فريقنا يعني مش منظم عندهم فرديات ملاح عندهم لاعبين فرديات ملاح الخط الخلفي لي زاريا تاعهم فيه واحد برك الباقي لاعبين يعني تاع ديبوردمون نظن الشباب تاعنا راح يكونوا في المستوى اذا يعني الحارس لعب كما لعب ان شاء الله مع واسمه امس امس يعني راح ان شاء الله يكونوا يعني في ارتياح يعني في يخلصوا المباراة يعني قبل الوزن. الهاتف فقط ندير الحس. بالنسبة لك رياضي يعني الصباح قلت لي بلا بيبليك نربحوهم هل يمكن تخوفوا من المنتخب تاعنا ما يكونش في يومه؟ شوف أنا أقول لك حاجة نكمل الكلام اللي قاله كما قال الزميل تاعنا الأخصائي تاعنا أنا بدنا نقول لك حاجة برك سيكو أون صرا on aura tous les données في يدينا صافي لي زيكيب حيلعبوا قبلنا ونعرفوا ديجا شكون معنا نقدروا نلعبوا داكور دونك عندنا جورني روبو يعني شوف كثير الفيديو واليوم جورني روبو وانا كلمت اليوم تكلمت مع رابح تكلمت لقيتو سونا لقيتوش هذاك لو دوت ولا مقلق ولا لقيتو سونا قلت له كيفاش الحاله تاع اللاعبين قال لي رانا ملاح اون با دو بليسي اون كلك بوبو يتريك لو قال لي يتريك لو قلت له كيفاش راك تشوف الفريق السعودي قال لي كما قلنا البارح كما قلنا اليوم الصباح قال لي رياض الناس ما راهيش فاهمه لعبنا مع ايزلندا بان ستيل ستان ستيل دو جو لعبنا مع كرواتيا ستان نوتر ستيل دو جو قال لي وراح نلعب مع السعوديه بان نوتر ستيل دو جو قال لي الحاجه المليحه اللي اشتغل فيها اللي تي اوبتيميست قال لي افون قال لي جوار اي سون كونسونطري اي سون كونسيون بلا طاش اللي يتسنى فيهم كي قلت له بلي انا بلي المباراه تلعب هي الاخرانيه يعني لي دوني يكونوا عندنا قال لي سي اون بريسيون سوبليمونتير لي انا كمدرب الاهداف اللي راني مسطرها واللاعبين قلت له يعني شنو بغينا نقول دوكا كون كونكليزيون سويون بوزيتيف برك رانا مع هادوما لاعبين قدامى ولاعبين هما اللي يعني الحمد لله جميع الاخصائيين اللي جاوا ابداوا اعجابهم بهذا المنتخب يعني ولا واحد قال لك ولو انه كاين شويه خصوصات لكن كل واثق يعني بامكانه ربما يروح حتى بعيد. انا نكون متحفظ في كلامي يعني نقولوا هادوما اللاعبين اللي داو الكره الجزائريه وطوروها واعطوها في البلدان الخليج العربي داكور دونك هما كيقولوا كلام على بالهم واش راهم يهضروا على بالهم اللي احنا خير من السعوديين. انا نقول لك السعوديين الخليج بصفه عامه ايزون ان جو انديفيديوال ني با بوزيسيون تاكتيك بيان ديتيرميني ويطلقوا رابيدمون يغامروا بالاخص اذا ما كاش اخصائي عربي معاهم مع واحد اوروبي راح يدير واش كاين في راسه كما قالك على حسب الاحصائيات 14 14 فور تكنيك واحد لاعب مش بنفس اللاعبين الاخرين. نعم
بالنسبة لك سفيان، يعني مباراة المنتخب السعودي غير المباريات اللي لعبناهم، يعني بالنظر لطبيعة المنتخبات شهدنا أنه رابح غربي خير، يعني بما أنه الجزائر عندها حق لاختيار المباريات، خير المغرب والأرجنتين بسبب لعبهم المتقارب الدفاعي، إيسلندا يعني لعبها مغاير، وكرواتيا أيضا، واختم لماذا علاش خلى ربما المنتخب السعودي ما خلاش المنتخب المغربي مثلا في الأخير؟ أنا نظن هو الفريق المغربي هو ما هو أول حاجة هو الدربي، كان يقول هو حسبها كمباراة دخول في البطولة، دخول في البطولة، وكان نظن يقول لك ندخل في البطولة خير من في الفريق السعودي، يقول ما يختارش لخاطر عند كما يقولك عنده السبيسيفيكاسيون تاعو الفريق السعودي، ما ناش متعودين به، حنا كي نجي نشوفو اون جينيرال ماش متعودين، ما ناش نتحكوش من كيما قلت لكم ما نتقلموش، رغم انه المنتخب السعودي باركونت المغرب ديجا عندنا حنا ان انسوندون بسيكولوجيك عليهم في دوبي توجور الدرني شامبيونات افريكي لي زون باتي دو 20 بوين فوالا اكزاكتومون، دونك بورو سي تي ماتش فاسيل، ماتش مقابله بلوز او موان سهله على كان نختار الفريق السعودي، ماهوش رغم انه السعودي ما دخلش ايضا في قوه في البطوله، يعني مازال بفارق كبير، كل الفرق ما دخلوش في البطوله، ما شفناش حنا مقابله عادي هذه، ماتش توجور كوم سا. بالنسبه للمقابله تاع الفريق السعودي، انا واحد من الناس نقول ان سي تي ماتش بياج اتونسيون وكمان حضروا له سوفيا استموش مسحين اون با لو شوا سما يفو كي غان باسكو بوغ الي بلو لوين ما تلعبش مع اسبانيا اوني داكور سا بو با دير كو واسمو مي يفو ايفيتي لاسبان شوف علاش نقول انا سيتا ماتش بياج باسكو كاين بليزيو فاكتور ماشي با سولمون سو لو بلان بسيكولوجيك باسكو ما كاين لو كاين لو فاكتور فيزيك ثاني باللي حنايا انا نظن اللي هم تشاطروني اللي حنا عندنا مقابله ما عندناش 16 لاعب اللي هما قادرين يلعبوا حنا نقولوا عندنا ان بونديس 10 لاعبين اللي قادرين يدوروا دونك واحد كيما مثلا واسمه علي امس عبدي كان كوري دخل يعني ما لعبش بزاف في المباريات اللي فاتوا كوري كوري كان يعني لعب مباراه مليحه وشغل كيما نقولوا كله قلبه يعني بين انه عنده مكان لكن في المستوى هذا المستوى العالمي نحتاجوا 16 لاعب تشوف مثلا ناخذوا الفريق الالماني علاش ما تلقاهم مثلا ما عطاوش كما قلت مردود اللي نستناو فيه خاطرش المدرب تاعهم يحاول كيفاش يلعب يعني. يدور اللاعبين باش يعطي كل واحد يعطوا له الوقت تاعو يحتاجهم في الادوار ان طونجو واحد مثلا اذا كان نحنا نشوفوا انا كيما نشوف لي ستاتستيك نتاعي نشوف واحد كيما واسمو حاسن الدوخ تلقى لو جوور اللي يلعب بلوس دو طون كو لي زوتر الحارس مثلا غضبان تغير مرتين اسكو المردود تاعو باش يكون كيما المردود ضد الارجنتين وضد الايسلندا وضد الاخر كرواتيا ولا واسمو حاسن الدوخ نعطي مثلا باسكو هو لعب يسمى لعب اكثر من الاخرين لو طون نعيم يلعب اكثر من الاخرين نعيم نو نو جيدوني ان اكزومبل يكون نعيم يكون حاسن واسمو دونك اسكو هاد الناس هادوما لي جوار هادوما يعطيو نفس المردود ضد مقابله ضد السعوديه والسعوديه اللي يقولوا احنا ما مخاصين والو يجي يلعب من يجي افضل سيناريو اذا ربما بكر الدخول بقوه في الشوط الاول اكيد باش نديروا الفرق في الشوط الاول ونريحوا اللاعبين نريحوا اللاعبين صديق على الاقل يعني نسيروا الامكانيات تاعهم باش نروحوا نسيروا المقابله ان شاء الله كومون ديراج باش ما يدخلش الدوت ايضا فوالا باش كيما قلت الدوت ما يدخل ان شاء الله باش ليكيب تقعد بلا ميم كونسونطراسيون اي جيري تو الماتش هذا يعني لو علم ربح غربي ما راحش يغامر باش يدخل لاعبين اللي ما لعبوش حتى دقيقه باش يدخلهم في المقابله هذه صوف ان شاء الله نكون ربحين 20 بوت ديكار بقات 10 مينوت ولا بالك يدخل اللاعبين الاخرين باشي افضل طريقه بالنسبه لك مراد ما ندخلوش ربما الثقه في المنتخب السعودي لازم من الاول هو لافونتاج ثاني احنا يفو غاني مون با بيزوان دو غولا فيراج ولا فو غاني دونك بور غاني جو بونس كو بور غاني ان شاء الله ان بوا ولا الاخر ساجو با درول يعني لا لانه باش ما يكونش لانه لما دخل شفنا المنتخب السعودي يعني امام منتخب الارجنتيني رجعت له هذيك الثقه وقدر ينافس معه حتى لاخر دقيقه يعني كان ان بوين ديكار بالنسبه اسكو زون لا
ميم فريشير فيزيك باش يقدروا يديروا لهم هما ثاني يريحوا نهار واحد يعني يريحوا نهار واحد بصح بصح انا نشوف لا فيزيونومي تاع لهم واش تاع اللي يلعبوها مع السعوديه مع الفريق الارجنتين زون تو دوني احنا سفيان يقول حاجه عليه امبورطون بالك حنا نقولوا وي كاين هذاك لونفي دو جوي لار مرزح بصح لو فيزيك كونت يفيان با لو فيزيك كون لي ابسون راسك ما يخدمش راسك ما يخدمش اوبك زيد بزياده لا بريسيون اللي كاين في البلاصه الحارجه زيد معناتها الجمهور الموجود اللي طالب دائما بالزياده انا جو بونس لو كان اون سورا ديل ديبا جي لو ماتش بيان افوار اني كان ماشي تاع 20 بيت منحش اني كاع تاع لعبي سم ماكسيموم 5 6 بيت اون جير هذا الاخر هنا يل بو فير روبوزي كلكو جوار اللي لازم لهم راه كيما حس هذوك كيما نعيم انا جوفا بلي نعيم الى براتيكمون جوي كاع الماتش تاعو نيميرو 2 3h20 نيميرو 2 اللي تي سوليسيتي بزاف لاريال غوش اللي تي ترو سوليسيتي خليفه لعب كل المباريات يعني خرج وقيل 4 دقائق لعب 6 مينوت ما لعبش بصح انت قول تعرف الكارديان قد ما يلعب قد ما يفافا دو اسمه لي سونساسيون حاضرين معاه البارح قال لي عييت شويه مي عيا سورتو هنا سي لا كونسونطراسيون هذيك لا بريسيون تاع البوبليك شاهدنا كيفاش سي لا بروميير فوا كي جو شيزو افيك ان بوبليك هذاك كونسونطران بالك جو سيبوز كو بالك طول الشامبيونار لا اي سون فريمون ولا ما كاش 300 بيرسون فلاصا ولا صح هو سورتو هو بالك باغيتي دي جو ميم با فوالا هما جوي سيت اني فريمون لا سورتو اي سون سور دان كونتي والله راهم على بالهم كيف ميم صغار ميم لا بريسيون راهي ولا اي سون تري سور على بالهم واش كاين غدوه ان شاء الله واش هو السنا على بالهم ستا ماتش تري امبورطون مي با بليه انا راهي بيبان يعني ولا بون امبيونس اون بون امبيونس اون سيمبيوز اون بون كومبليسيتي مع رباح مع رباح مع اون بون كومبليسيتي فريمون لا سي كيك شوز فريمون سي امبورطون سا كاين ان بوان انا الخطا من باختصار تفضل ايه رابيدمون برك على لا ديفيرونس هذيك اللي خلاتنا باش نديرو ريزولتا هادي اي فو با كو نساو بلي رباح جاب حاجه جديده سي اون اي طون تران دو ترافاي اون ديفونس ابلاتي اللي حنا ماناش متعودين بها في البطولات العالميه نخرجوا ما فين نخرجوا واذا كان خرجنا 3-3 افونسي ولا سي فري كو اون ديفونس مليحه لكن فيها بوكو دو ريسك et puis sur le plan physique beaucoup de minutes eh mais c'est ça parce que ça fait longtemps que on n'a pas joué il a fait la platie hadi تاع 5-6-0 le changeable hadi tiroir et tout 5-1 surtout ou مع السعوديين ملاح 1 contre 1 il va pas laisser beaucoup d'espace hadi baina ou السعوديين ils vont vraiment sortir dans charles ils vont jouer un peu avancé surtout avec la deuxième partie du match. المهم ان شاء الله نلعبوا لهم بكل الطرق المهم الفوز ان شاء الله هو غير على كل حال غير الجمهور اللي ماهوش باش يطلق كان الجمهور يطلق وحنا ما نطلقوش انا عجبتني كلمه تاع ريال صباح قال لك من بلا الجمهور نربحوهم ما كانش هضره احنا افضل من المنتخب السعودي اذا بالتوفيق للمنتخب الوطني ان شاء الله يواصل التالق في هذه البطوله العالميه التي تقام على اراضينا اراضي المنتخب اراضي الجزائر ان شاء الله كل التوفيق شكرا لكم ضيوفي شكرا بوب شكرا ايضا سفيان شكرا رياض شكرا مراد شكرا مدعوون يعني في كل وقت لنا هنا علاش لا ان شاء الله غدا بحول الله سألقاكم ايضا في موعد الظهيرات يا بلمونا والسلام عليكم ورحمه الله